رغم اعتقادنا أننا نعرف كوكبنا، فإنه لا تزال هناك أماكن عدة غامضة يصعب تفسيرها تاريخياً وعلمياً. وإلى جانب كونها غامضة، قد تبدو هذه الأماكن غريبة وحتى مخيفة بالنسبة للبعض، كأنها مأخوذة من مشهد في فيلم خيال علمي. لطالما كان البشر على مر التاريخ مفتونين بقصص عن الأماكن الأسطورية والمدن الضائعة، وشغلت هذه المواقع الأسطورية حيزاً في تاريخ مختلف الثقافات، إذ مثل بعضها رموزاً لأوقات أكثر ازدهاراً وسلاماً، فيما شكل البعض الآخر أماكن يجب العثور والاستيلاء عليها. إن هذه الأماكن أسرت الكثيرين حتى أنها دفعت بعض الناس للإيمان بوجودها مرة أخرى. وفي هذا الفيديو بعض الأماكن الأسطورية في العالم. أماكن أسطورية حيرت البشر. 1. إلدورادو. ظهرت إلدورادو لأول مرة كقصة عن ملك اسمه المذهب. يقال إنه كان يغطي جسده بغبار الذهب ويرمي الجواهر المزخرفة في بحيرة كجزء من الاحتفال بتتويجه، وتحولت هذه القصة إلى أسطورة مملكة كاملة بدلاً من قصة رجل واحد. أسرت المدينة الذهبية عقول الكثير من المغامرين، وقيل إن إلدورادو موجودة بجوار بحيرة غواتافيتا في كولومبيا، وعندما وجد المستكشفون البحيرة خفضوا مستوى المياه ليجدوا مئات القطع الذهبية دون أي أثر للمدينة الأسطورية. 2. ثولي. كانت ثولي مكاناً مثيراً للاهتمام لدى العديد من المستكشفين والشعراء وحتى علماء السحر، ويقال إن هذه المنطقة تقع في الشمال المتجمد بالقرب من القطب الشمالي، وتعود الحكاية إلى القرن الرابع قبل الميلاد، عندما ادعى مستكشف يوناني يدعى بثياس أنه سافر إلى جزيرة جليدية شمال اسكتلندا. شكك العديد من زملاء بثياس المستكشفين في صحة ادعاءاته، لكن أسطورة ثولي تواصلت على مر العصور، وفي النهاية يعتقد أن الموقع الأصلي للجزيرة هو على الأغلب إما النرويج أو أيسلندا. 3. شامبالا أو شانغري لا. شامبالا كلمة سنسكريتية تعني مكان السلام، وتقول الأسطورة إن شامبالا هي عبارة عن جنة لا يمكن أن تعيش فيها إلا أنقى المخلوقات، لأنها مكان يفيض بالحب والحكمة، ولا توجد فيها شيخوخة أو معاناة. وعرف هذا المكان أيضا باسم شانغري لا، وقد أطلقت عليه العديد من الأسماء على مر السنين، حيث يسمى أحيانا الأرض المحرمة، وأحيانا أخرى أرض الأرواح المتألقة. ولبعض الوقت اعتقد العديد من الغربيين أنه مكان حقيقي مخبأ في أعماق جبال التب، وفي الواقع هو مكان خيالي وصف في رواية الفردوس المفقود، والتي كتبها الروائي البريطاني جيمس هيلتون عام 1933، وصفها أنها وادي أسطوري متناغم يمكن الذهاب له بسهولة عن طريق دير، ويقع بالقرب من الطرف الغربي لجبال كونلون. 4. الشاطئ الأحمر. يقع هذا الشاطئ في منطقة باندين بالصين. عند النظر إليه يشعر السائح بأنه يتكون من الرمال، ولكن بالاقتراب منه يكتشف حقيقة أخرى، ويرى أنه يكتسب الألوان من خلال ازدهار الأعشاب التي تنمو على الأرض الرطبة الطينية، حيث تغطي الشاطئ كمية كبيرة من الطحالب التي تسمى سويدا، يتحول لونها إلى أحمر لامع في فصل الخريف. يعد أكتوبر في كل عام أكثر الموسم ازدهاراً لنمو هذا النوع من النباتات، وهو أيضاً أفضل وقت لزيارة الشاطئ الأحمر. تتجاوز مساحتها 6500 متر داخل ممر الشاطئ، يتمتع بمناظره الطبيعية الجذابة، يجذب الشاطئ ملايين السائحين كل عام، وتعد هذه الأراضي موطناً لأكثر من 260 نوعاً مختلفاً من الطيور المهاجرة، بما في ذلك طائر النورس أسود الرأس المهدد بالانقراض وطائر الكركي الياباني. 5. خطوط نزكا. هي عبارة عن رسومات مبهمة وأشكال غامضة ورموز غريبة يمكن رؤيتها من الجو. اكتشفها الطيارون المحلقون في سماء بيرو في أواخر عشرينيات القرن العشرين، لتصبح حالياً على قائمة مواقع التراث العالمي لمؤسسة اليونسكو.
تعود إلى حضارة قديمة عاشت في منطقة بيرو منذ ملايين السنين، وقد طرحت العديد من النظريات حول هذه النقوش. تمتد خطوط نسكا لأكثر من 500 كيلومتر مربع في صحراء نسكا جنوب بيرو، وهي تضم خطوطا مستقيمة ورسوما هندسية ورسوما تصويرية. وقد بقيت خطوط نسكا محفوظة بفضل انعزال المنطقة ومناخها الجاف. يعتقد أن تلك الخطوط تعود إلى حضارة نسكا القديمة التي ازدهرت ما بين سنة 200 قبل الميلاد وسنة 600 ميلادياً، ويشير نطاق التصميمات الشاسع والمنطقة الكبيرة التي تغطيها إلى أنها رسمت على مدى عدة قرون، وظل الغرض من خطوط نسكا محل جدال بين الباحثين لعقود طويلة، بالإضافة إلى الافتراضات الراديكالية التي ربطتها بالفضائيين والقوى الخارقة للطبيعة. 6. يد الصحراء. في صحراء أتاكاما الأكثر جفافاً في العالم خارج المناطق القطبية، تصادف معلماً غريباً قد تظنه مجرد سراب للوهلة الأولى، فهي يد تخرج من الأرض كما لو أن هناك عملاقاً غارقاً في الرمال المتحركة يمد يده طلباً للمساعدة. طلب سكان المدينة من النحات التشيلي ماريو إيرازابال إنشاء نصب تذكاري لمنطقة أتاكاما الشاسعة، لذا بنى النحات هذا التمثال المذهل والغريب وسط الصحراء التشيلية، ويعتقد أنه يجسد شعور الوحدة والمعاناة الإنسانية، وهو يشكل منظراً فريداً في وسط المساحات الشاسعة من الرمال غير المنقطعة. تم بناء اليد في عام 1992 من الخرسانة والحديد، ويبلغ ارتفاع هذا المعلم 36 قدماً. 7. جسر العمالقة. هو تكوين صخري طبيعي مدهش ليس من صنع الإنسان. يقع هذا المشهد الطبيعي الغامض في مقاطعة أنترم على الساحل الشمالي الشرقي من أيرلندا الشمالية. يتكون الممر من آلاف الأعمدة البازلتية التي تشكلت بفعل الحمم الباردة منذ ملايين السنين، وهناك عشرات الأساطير المرتبطة بهذه الأعمدة، ومن أشهر هذه الأساطير واحدة تروي عن حرب بين عمالقة من أيرلندا وعمالقة من اسكتلندا. وحسب العلماء، فإن هذا المنظر قد تشكل منذ نحو 60 مليون سنة بسبب البازلت المنصهر الذي خلفه ثوران بركاني. 8. حجر الإنجا. نصب تذكاري يعد أحد أكثر الاكتشافات الأثرية إثارة للاهتمام يقع في البرازيل، ويحتوي على خريطة نجوم تصور العديد من الرموز إلى جانب كوكبة الجبار. تبلغ مساحة حجر إنجا الإجمالية 250 متراً مربعاً، وهو هيكل عمودي يبلغ طوله 46 متراً ويصل ارتفاعه إلى 3.8 متراً. الجزء الأكثر إثارة للاهتمام حول هذا الحجر هو رموزه الهندسية الغريبة ذات الأشكال والأحجام المتغيرة والتي تبدو وكأنها منحوتة على طبقتها الخارجية من النيس. على الرغم من حقيقة أن العديد من المتخصصين قد افترضوا حول أصول ومعاني هذه الرموز، لم يتم إثبات صحة نظرية واحدة بشكل مقنع 100%. 9. أهرامات يونابونيجيما. ما زال العلماء في حيرة من طبيعة تلك الأهرامات التي تقف بشموخ في قاع البحر قبالة سواحل اليابان، ويزيد ارتفاعها عن 250 قدم. فبينما يثق البعض في كونها من صنع البشر بأشكالها الهندسية المنتظمة ومدرجاتها المتناسقة، يعتقد آخرون في تدخل يد الطبيعة في صنعها، ويعود عمر الأهرامات اليابانية إلى العصر الجليدي الأخير، أي ما يقرب من 10,000 سنة قبل الميلاد. 10. مدينة الأسد، بحيرة كياندو. هي المدينة الغارقة الأكثر إثارة في العالم من وجهة نظر الكثيرين، وهي معجزة صينية قديمة بكل تأكيد. فقد بنيت في عهد أسرة هان الشرقية بين عامي 25 و200 بعد الميلاد، وقد تم العثور عليها حديثاً على عمق 131 قدم تحت سطح بحيرة كياندو، وتنافس معالمها الأثرية وتماثيلها أكثر المدن الأثرية جمالاً في العالم، وهي واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في الصين.
وأنتم أي هذه الأماكن أثارت إعجابكم؟ بانتظار تعليقاتكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد وممتع.